عن اول بروبرتي او اول ريليشن بين الانجلز اللي هي الاكيوميليتيف انجل. واحنا عارفين وحافظين ان السم اوف ذا ميجرز اوف اكيوميليتيف انجلز ات وان بوينت از 360. مستر الكومبلمنتري انجل خدناها برضو في الترم الاول، ابتدينا نتكلم عنها وقلنا الكومبلمنتري انجلز يا مستر السم بتاعتهم ايكوالز 90 ديجري. مستر اتكلمنا برضو عن التو سبلمنتري انجلز، والسبلمنتري انجلز السم بتاعتنا برضو ايكوالز 180. في حاله الباراليزم ده يا شباب حضرتك اخذنا 3 ريليشنز اللي هم حرف زد اللي هي الالترنيت انجلز، اللي هي الانجل ديت والانجل دي يا مستر بيكونوا ار ايكوال ان ميجر. حرف الاف وابتدينا نتكلم يا مستر ان اللور انجلز بالنسبه لنا التو انجلز اللي تحت دول بيكونوا ار ايكوال ان ميجر، ودول في حاله كورسبوندنج، ودول في حاله ايه؟ كورسبوندنج. مستر ابتدينا نتكلم عن حرف اليو باي شكل من الاشكال بتاعته، فالانجلز بتاعتنا بتكون سبلمنتري. الانجلز بتاعتنا بتكون سبلمنتري، يعني ايه يا مستر سبلمنتري؟ حضرتك هتعدل ديت يا اولاد، هنا في غلطه مش هتكتب ايكوال ان ميجر، دول هيكونوا سبلمنتري يعني ايكوالز زير سم ايكوالز 180 ديجري. السم بتاعتنا هنا هتكون يا مستر ايكوالز كام؟ 180 ديجري. طيب تعالى يا مستر نشوف اول بروف معانا. بيقول لك prove that the sum of measures of the accumulative angles at one point equals 360 degree. ازاي مستر ابدا اعمل بروفنج لل معانا ده؟ اول حاجه مستر هو جايب لك جيفن هنا، جايب لك الشيب اللي قدامك ده في 4 rays، طبعا دول accumulative بيتجمعوا في البوينت O، وطالب منك هنا مستر ان انت required to prove. ده حضرتك اللي هو طالبه منك، هو طالب ايه في required to prove؟ بيقول لك prove that the sum of measures of the accumulative angles at point O is 360، يعني السم بتاعتهم equal 360. طيب حضرتك هنعمل هنا حاجه بايدينا، احنا هنا عشان نحل السؤال بتاع 360 ده المفروض يا مستر ان انا يبقى عندي ستريت لاين، واقول ان الستريت لاين الانجلز بتاعته فروم وان سايد 180 ومن الاذر سايد هتطلع برضو 180، فهيكون كله ب 360 سم بتاعته، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي. حضرتك مثلا هنعمل اكستند لاي ري من الريز اللي عندك دي، وات ايفر مثلا الري اللي هو او دي ده هنعمله اكستند فروم ذا اذر سايد، هنمده من السايد الثاني او في التيرمينال الثاني، وهتبدا تتكلم يا مستر وتقول له because of the sum of the angle DOA and OAB and BO، ومثلا هنا مستر هنقول ان الري ده اسمه ايه، السم بتاعت الثري انجلز دول بكام مستر؟ دول ايكوالز 180، ودي أول حاجة. وتيجي للأذر سايد وتبدأ تقول له because of sum of DOC plus COE برضه يا مستر equals 180، فهتبدأ تقول له إن 180 plus 180 equals 360، شكرا البروف خلص. تعال نشوف الكلام ده هو كاتبه هنا إزاي. طبعا هنا مستر أنا اللي يهمني كله من بعد كلمة بروف ده اهم حاجه الكونستراكشن الجيفن، ان انت تكتب جيفن في الامتحان وتكتب ريكوايرد تو بروف وان انت تكتب له كونستراكشن. طبعا الكونستراكشن ده اللي هتكتبه مفيش مشكله، ده لازم تكتبه عشان انت هتحل بيه، لكن الجيفن ريكوايرد تو بروف ده انت مش مجبر ان انت تعمله، بس لو كتبته انت طالب شاطر مفيش مشكله، لكن مش هيزودك درجات زياده عن الدرجات اللي قبل طالما انت كتبت البروف صح، المساله بتاعتك هتبقى ماشيه تمام. طبعا هنا احنا هنقول له draw DO straight line and E البوينت E belongs to DO. DO انا همده زي ما انا قلت كده مستر، وهعمل بوينت E موجوده على الري بتاعت DO. في البدايه هنبدا نقول because of the sum of the angles اللي احنا قلناهم الثري انجلز اللي هي DOA plus
AOB plus BOE equals 180. وهو وضح لك الكلام ده، ودي أول بارت. وهنبدأ نعمل كوما وننزل نقول يا مستر الأنجل اللي بعدها اللي هي عبارة عن DOC اللي هي الأنجل دي يا مستر، و COE اللي هي الأنجل دي يا مستر، السم بتاعتهم برضو هتبقى equals 180. من هنا هستنتج يا مستر إن السم لكل الأنجلز ديت اللي أنا حددتها ب 180 180، السم بتاعتهم هتطلع بكام؟ ب 360. يبقى هنا مستر هنرجع بقى للشيب القديم، للشكل القديم يا مستر. ايه اللي عندنا؟ هتبدا تقول له ان الفور انجلز الاساسيين اللي انت مديهم لي اللي هم بي او سي مثلا بلس بي او اي بلس اي او دي بلس الدي او سي، دولت يا مستر كلهم السم بتاعتهم بكام؟ ب 360. حبيب قلبي، حد مش فاهم حبيب قلبي الفجر اللي قدامنا ده، دي حالة ايه؟ ها؟ مين فاكر دي حالة ايه؟ accumulative ولا straight line ولا accumulative angle؟ هنا مستر ده بالنسبة لنا بيمثل لنا accumulative angles. ليه يا مستر؟ انا عندي هنا one point وفي rings حواليها، يبقى انت هتشتغل على accumulative angles. مستر احنا في السؤال دوت هنروح نبص هو طالب ايه. هو طالب هنا بيقول لك find the measure of اي بي دي. اي بي دي يبقى هو طالب الميجر للانجل الماسنج هنا. طب ده نحلها ازاي حبيب قلبي؟ حضرتك هنا هتبدا تكتب البروف بالراحه. انت المفروض ان انت تقول الرول في البدايه، ايه هي القاعده؟ احنا عرفنا ان دي اكيوميليتيف. طب ايه هي قاعده الاكيوميليتيف؟ ان انت هتبدا تقول له بيكوز اوف، حد عارفها؟ احنا لسه قايلينها في البيج اللي قبلها. ها ايه هي قاعده الاكيوميليتيف؟ The sum of all accumulated angles equals 360. جميل يا ساندي. يبقى انا مستر هتبدا تقول له because of sum of accumulative angles at one point or at point B. البوينت B اللي هي اللي هي بتاعت الفيرتكس بتاعت الانجلز كلها equal 360 ديجري. دي اول حاجه كوما. ونروح نقول له الميجر بتاعت الانجلز اللي هو قايلها لي. يبقى انت هتزود هنا مستر كمان الجزئيه ديت مع السنس اللي انت كنت كاتبها او بيكوز. خلاص يبقى انا هقول له السم للاكيوميليتيف انجلز 360، والانجلز دي الميجر بتاع دي كذا والميجر بتاع دي كذا والميجر بتاع دي كذا. ديرفور بعد ما نخلص تعال لي بقى انت عايز ميجر اوف مين تكتبها. اهي يا مستر هو طالب الميجر اوف مين الانجل اف بي دي. يبقى هتقول له الميجر اوف ذا انجل اف بي دي equal طبعا هتبدا ب 360 minus the sum of all angles اللي عندنا. ايه هما؟ اللي هما ال 40 plus ال 100 plus ال 130. هتطلع يا مستر equals 90 degree. حد يا ولاد مش فاهم حاجه؟ لا يا مستر. تمام الاكسرسايز الاول تمام. يبقى 180 ماينس ال 100 هتطلع ايكوالز كام؟ 80 ديجري. ايكوال 80. حلو قوي. 80 ديجري دي الانجل الكبيره دي كلها. طب هو قال لك هنا معلومه، قال لك ان البي دي باي 6 الانجل الكبيره دي اللي هي الاي بي اي، يبقى بيقسمها نصين، يبقى كل انجل هتكون بكام؟ 40 ديجري. ودي كمان 40 ديجري. اكسلنت يا ولاد. طيب حبايب قلبي تعالوا نقول الكلام ده بالبروف ونشوف هنقوله ازاي. في البدايه يا مستر انت لازم تستخدم الانبوتس او الجيفن اللي هو مديهولك، حاجات الداتا اللي هو مديهالك ده انت هتستخدمها.
طيب هنقول ايه يا مستر؟ هتبدا تقول لي بيكوز اوف اول حاجه او سينس، وتقول السطر الاول ده اللي هو بيقول لك ايه، ان البي بيلونجز تو الستريت لاين اي سي. يبقى انا يا مستر هنا عندي ستريت لاين وفي نقطه هتقسم الانجلز بتاعتنا، خلاص، وفي معلومه انت اديتها لي وقلت لي ان الميجر للانجل سي بي اي بكام يا مستر؟ ايكوالز 100 ديجري. طيب حلو قوي، انا اقدر من المعلومه دي استفيد بايه؟ المعلومه اللي انت قلتها لي ان الانجل اي بي اي ايكوالز 80 ديجري. طيب نروح نقول له الكلام، هتبدا تقول له therefore measure of the angle الكبيره اللي هي اسمها اي بي اي ايكوالز ايه يا مستر؟ 180 ماينس ال 100 ايكوالز 80 ديجري، وبعد اذنك اكتب له هنا في الاخر دي حالة ايه؟ سبليمنتري انجلز يا مستر، دي حالة سبليمنتري. طيب المعلومة التانية يا مستر ان انا ابتديت اشتغل على البايسيكتور عشان اجيب كل انجل من الانجلز الصغيرة، هتبدأ تقول المعلومة التانية اللي اديها لك في الجيفن، هتقول له سنس حضرتك حبيب قلبي قلت لي ان البي دي ده يعتبر بالنسبة لنا ايه؟ بايسيكتور. اوف الانجل اي بي اي، يبقى ده بالنسبه لنا بايسيكتس او بايسيكتور اوف الانجل اي بي. طب مستر حضرتك تستنتج من الكلام ده ايه؟ فهتقول له سو ان الميجر اللي انت عايزها للانجل اي بي دي هتبقى ايكوالز كام؟ هتقول له 80 ديجري ماينس سوري ديفايدد باي 2، هنقسمها ل 2 ايكوال بارتس، هتطلع ايكوالز كام يا مستر؟ 40 ديجري. سهل يا ولاد؟ اه يا مستر. تمام يا مستر. حبايب قلبي ننزل مع بعض الاكسرسايز نمبر 3. الاكسرسايز اللي معانا نمبر 3 ده يعتبر حالة ايه يا ولاد؟ اكيوميليتد انجل ايكوال 360. لا هو اكيوميليتد ماشي، بس هو واضح ان هو حاجة تانية. VOA. جميل يا مستر. VOA لان انا عندي تو ستريت لاينز اهم قدامي، التو ستريت لاين انترسكت ات وان بوينت، فهتكون الانجل اللي في الليفت سايد قد الانجل اللي في رايت سايد، الانجل دي كلها هتكون قد الانجل دي كلها. هنعمل تعديل بسيط كده في الاكسرسايز اللي عندنا، بدل ما هي دي بي سي هتبقى دي بي اي، خلوها دي بي اي، يبقى هنا هتكتب دي بي اي. تعال نشوف يا مستر مع بعض كده هنحل السؤال ازاي. هو طالب مننا ان احنا نجيب الميجر للدي بي اي، تمشي كده بالبنسل على الشيب وتحدد الانجل. ايوه يا مستر الانجل اهي، دي الميسنج انجل واللي هو عاوزها. حضرتك عشان تجيب يا مستر الدي بي اي هتبدا تقول ان الدي بي اي ايكوال الميجر للتو انجلز اللي في الرايت سايد. طبعا دي من اسهل البروفز اللي عندنا. طبعا لما تيجي تشتغل هتبدا تقول الكلام اللي هو قايله، انت بتستفيد بالكلام، هتبدا تقول له بيكوز اوف ايه يا مستر اللي عندنا؟ ان التو ستريت لاينز اللي هو السي اي انترسكت الاف دي، السي اي ده يا مستر بيتقاطع مع الاي الدي اف في البوينت بي، البوينت بي دي النقطه بتاعت التقاطع. بعد كده انت قلت لي يا مستر ان الميجر للانجل دي ب 40 والميجر للانجل دي ب 30، هتكتب نفس الكلام ده بالظبط وتبدا تقول له therefore استنتج من كده ان الميجر للانجل اللي هي الدي بي اي مالها ايكوال الميجر للانجل الاوبوزيت ليها اللي في وشها دي، اسمها ايه يا مستر؟ انجل كبيره
اسمها ها حد يقول؟ ايكوال 70. لا مش على انا عايز اسمها اللي هي ب 70 دي اسمها ايه؟ سي بي اف. يبقى الميجر للانجل دي قد الميجر للانجل دي ايكوال 70 ديجري، وفي الاخر نقول له ايه؟ VOA vertically opposite. سهل يا ولاد. بس حبايب قلبي هنا انا هنبدا قبل ما اراجع معاك الاكسرسايز هنبدا كده نتكلم مع بعض بشويه حاجات. فاكرين الكونجرنسي اوف تراينجلز؟ ازاي يا مستر نقول ان التو تراينجلز ار كونجرنت؟ كان عندنا فور كيسز، طبعا الحاجات دي مكمله معاك مش هتتنسى، كل ما تاخد حاجه انت بتزود، ما تنساش القديم، تكتبه في ورقه بقى، تكتبه في كراسه، تقعد تقراه كل شويه. ايه اللي عندنا يا مستر؟ اول كيس عندنا كانت يا مستر سايد، ان ما يكون عندي 3 سايدز بتوع الفيرست تراينجل ايكوالز تو ذا كورسبوندينج سايدز اوف ذا سكند، يبقى هنا التو تراينجلز دول كونجرنت. زي ما يبقى عندنا تو تراينجلز اي بي سي مثلا، وتراينجل تاني مستر هنا عندنا اسمه مثلا اي اف جي، وقال لك هنا مستر ان الاي اف ايكوالز تو الاي بي، وقال لك هنا الاي سي ايكوال الاي جي، ومثلا الاف جي ايكوال البي سي. حضرتك دي الحاله بتاعتنا الفيرست كيس اللي السايدز كلها ار ايكوال. طب ايه الكيس الثاني؟ حد فاكر؟ two side and included angle. Excellent. Two sides and included angle. يبقى side angle side. ان انت تبقى عندك هنا مستر two triangles. ال two triangle هتلاقي the first side equals to second. وهنا second side sorry equal to the second side اللي هو corresponding. وال included angle ال angle اللي في الميدل between them. ال vertex اللي هي بتوصل ما بينهم. دي حضرتك بيكون الميجرمنت بتاعت ال angles بتاعتهم قد بعض. دي الحاله الثانيه. طب ايه الحاله الثالثه؟ الثيرد كيس اللي عندنا مين يفكرني كانت ايه؟ انجل سايد انجل اللي هي كانت عباره عن ايه؟ تو انجل اند ذا سايد دراون بتوين، حضرتك تو انجلز والسايد اللي بيوصل ما بينهم. يبقى عندنا هنا تو انجلز مثلا تو تراينجلز باي صوره، ويجي يقول لك هنا الانجل دي equals to الانجل دي، الانجل دي equals to الانجل دي، طب السايد ده قد السايد ده، فيكون يا مستر هنا عندنا تو انجلز والسايد اللي بيوصل ما بينهم دول قد بعض. فبنبدا نقول يا مستر ان دي الكيس بتاعت انجل سايد اي، ودي الحاله اللي هنستخدمها ان شاء الله في السؤال اللي بعده. الحاله الاخيره اللي كانت في الكونجرنس للتو تراينجلز اللي هي بتاعت الرايت انجل تراينجل. طبعا رايت انجل بتتحول يعني تو شرطين، يعني تو كونديشنز بس، لان الرايت ده يعتبر وان كونديشن. هتبدا تقول له وان سايد اند ايه؟ ها حد فاكر وان سايد اند ايه؟ هايبوتنس. يبقى وان سايد اند هايبوتنس are congruent to the corresponding parts to the second triangle. الحالات دي لازم تراجعها من شغل الترم الاول وتفتكر. طب تعال نشوف يا مستر السؤال اللي معانا. السؤال اللي معانا هنا يا مستر هو اوريدي مدي لك داتا مرسومه. حضرتك مدي لك هنا one angle one angle one side equals one side. وانا قبل ما اشتغل لازم احدد كده انا هشتغل على ايه؟ من غير الطلبات ولا اي حاجه، انت بص بص كده على الشكل، الشكل ده فيه ايه؟ واضح جدا يا مستر ان انت عندك هنا vertically opposite angle اللي احنا لسه متكلمين عليها. الفيونكايه الجميله بتاعتنا موجوده هي يا مستر. فهتبدا تقول له ان الانجل دي ايكوالز تو الانجل دي VOA. الانجل دي ايكوال الانجل دي VOA. طب خلاص استفدنا من vertically opposite angle. ايه اللي عندنا بعد كده؟ مستر انا ببص على التو تراينجلز اتلاقيت في تو انجلز والسايد اللي بيوصل ما بينهم قد بعض. السايد ده قد السايد ده، والانجل دي قد الانجل دي، والانجل دي قد الانجل دي.
شكرا. التو ترينجلز كونجرنت. تعال نشوف انت عايز تطلب ايه. قال لك اثبت لي بروف ذات اي بي ايكوال دي اي. فين الاي بي ده ايكوال تو الدي بي؟ شكرا. ده فروم كونجرنسي. بعد ما اخلص واقول ان هما كونجرنت اقول ان ده قد ده مستر. يقول لك اي اي ايكوال بي دي. الاي الاي ايكوال البي دي. شكرا. ما انا اساسا السايد ده قد السايد ده فروم كونجرنسي، والسايد ده انت لسه قايل ايكوال السايد ده. خلاص يبقى مستر حضرتك السايد الكبير هيكون قد السايد الكبير. طبعا البروف هنا هنكتب كلام كتير، فنقفل ونرجع تاني عشان نكتب. يلا.